السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم مسائل القسم 1 الشغل والطاقة، منهج دولة الإمارات العربية المتحدة للعام الدراسي 2016-2017. ردد شعاري المثابرة: أقرأ أفهم أحفظ أطبق، والنجاح في إيدك ابني أو بنتي. جيب ورقة وقلم وحل معي. الشغل والقدرة، هل يعتمد الشغل اللازم لرفع كتاب إلى رف عالي على مقدار سرعة رفعه؟ وهل تعتمد القدرة اللازمة لرفع الكتاب على سرعة رفعه؟ اشرح. حتى تشرح بتجيب معادلة الشغل W2FD في كوساين سيتا. وين السرعة هون؟ ما في. إذا بنقول له لا علاقة للشغل بالسرعة. الشق الثاني، وهل تعتمد القدرة اللازمة لرفع الكتاب على سرعة رفعه؟ بنجيب معادلات القدرة P وتساوي دلتا E على T، وتساوي W الشغل على T الزمن، وتساوي F القوة في V السرعة. إذا نقول نعم، القدرة لها علاقة بالسرعة والوقت. وفي أمان الله، لا تنسونا من الدعاء.